سعيد يا فؤاد. مساء الخير يا فؤاد. كنت فين يا أستاذ لحد دلوقتي؟ شو في فؤاد؟ في انكم نسيتوا انتم مين ومن بيت مين وانكم أمرة، وده ادعى انكم تراعوا تصرفاتكم. طب لزومها ايه الطريحه اللي انت بتقولها دي؟ هو كان حصل ايه يعني يا فؤاد؟ انت اسكت خالص، مش عايز اسمع صوتك ابدا. انت كان المفروض تقول لهم ما يتاخروش لحد دلوقتي عشان ما نبقاش كلنا عرضه لكلام الناس. قطع لسان اي واحد يجيب سيرتنا بكلمه، الناس عارفه كويس قوي احنا مين. وبعدين انا خرجت معاهم ورجعت معاهم. يا سلام، خلاص يا فريد تركني انا بتفاهم معهم. انت باي حق بترفع صوتك بوشنا وبتحكينا بهالطريقه؟ انا راجل البيت ومسؤول عنكم باي شكل من الاشكال، ومش هسمح لاي حد يمرمغ اسم العيله. خلاص، وكلمه زياده ما بدي اسمع. لا انا هتكلم واتكلم واتكلم، لان محدش هيتلام في الحكايه دي كلها غيري انا. انت ولا شيء فاهم ولا شيء، وانا المسؤوله هون بهالبيت، واذا مش عاجبك البيت بفوت جمل. بفوت جمل؟ اي مش عاجبني، مش عاجبني يا فريد، مش عاجبني يا امال. الله يجازي شتوانك يا فؤاد. خلاص يا ماما ما تزعليش نفسك في الليله الحلوه دي. ابنك وانت تايهه عنه يعني؟ مش عايزه. خلاص يا امل، خلاص بقى. فوتي نامي يا ماما، تكوني تعبانه. اسمعك.